الذي يتبعه الشباب في جبهة الإنقاذ ساعتها. أكثر ما بدأ هذا كان مناوئا عمار صيداني طامع في أن يكون أمينا عام. عمارته طامع ولكن لا يظهر طمعه. عبد العزيز بالخدم عندما أفكر في هذه الأمور نقول رب ضارة نافعة، ربما أرحني الله من غدر بعض الرجال، لكن تمكنت من معرفة معادن الرجال. وأقول لا يستطيع الحالب أن يرد الدر في الضرع، ولا يمكن أن نستخرج من الحنظة العسل. نشكرك سيدي الكريم، نشكركم أعزائنا المشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.